إذن في إطار تفعيل أو محاكاة مخطط النجدة لخطر الفيضانات الولائي وتحت الإشراف الشخصي للسيدة والي الولاية، نقوم اليوم بإجراء مناورات عبر 4 مواقع بالولاية كعينة وكسيناريو لموقع الخاص ببلدية هليوبوليس الذي يتمثل في ارتفاع منسوب المياه وادي سيبوس، والذي خلف عدة ضحايا. حافلة لنقل المسافرين علقت في المياه على مستوى الطريق الوطني رقم 20، إضافة إلى وجود ضحية عالقة سقطت من دراجة من أعلى الجسر، وكذا تسرب مياه لعدة منازل بقرية بوجول. هذه العمليات والعمليات الإنقاذ يتم فيها تجريب كل الفرق المختصة التابعة للحماية المدنية وكذا مختلف المقاييس المشاركة، من على رأسهم أفراد الجيش الوطني الشعبي، مصالح صنع الغاز، الجزائرية للمياه، موارد المائية، الأشغال العمومية ومختلف المقاييس التي تشكل المخطط النجدة. في إطار تفعيل مخطط النجدة للولاية، احنا نمثل قطاع صحفي إضافة إلى مصالح الدولة الأخرى اللي عندها علاقة مباشرة بالكوارث الطبيعية على غير الحماية المدنية، الأشغال العمومية، قطاع الغابات ومصالح أخرى. هذا هنا يمثل مركز طبي متقدم وين نتلقاو المصابين، نقدموا لهم الإسعافات الأولينية، ومن بعد نبعثهم إذا كان طلب الأمر متابعة نفسانية، ومن بعد ذلك يتم تحويلهم للمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي المتابعة والعلاج فيها.